بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن الفيزيائي والمنطقي، Physical and Logical. الفيزيائي والمنطقي، الفيزيائي هو الشيء الملموس، والمنطقي اللوجيكال وهو الشيء البرمجي أو الغير ملموس. طبعا الفيزيائي والمنطقي بيتحدوا معا ليكونوا لنا الأشياء الموجودة لدينا في حولنا والموجودة أمامنا في العالم الذي نعيش فيه. وأمثلة الفيزيائي والمنطقي كثيرة، فخلينا نضرب عليها أمثلة مثلا في الحياة. فمثلا الإنسان مكون من جسد وروح. الجسد هو الشيء الفيزيائي، الشيء الملموس، أما الروح فهي اللوجيكال أو الشيء المنطقي الغير ملموس. الجسد مع الروح يتحدون معا فبيكونوا إنسان حي، يعني عايش، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتحرك. ولكن هل يستطيع فقط الجسد من غير الروح أن يتحرك؟ الجواب حيكون لا. وكذلك الروح لما تكون غير موجودة في الجسد، فعندها الجسد ما راح يتحرك، وكذلك الروح ما راح تكون موجودة في هنا عندنا، هنا في الدنيا، في الحياة الدنيا أو في العالم اللي احنا عايشين فيه الآن. كذلك مثلا مثال، طبعا باتحاد الروح مع الجسد بيتكون لنا الإنسان الحي. نفس الفكرة، يعني هنا حصل اتحاد فيما بين اللوجيكال والفيزيكال، فيما بين المنطقي المتمثل في الروح والفيزيائي المتمثل في الجسد. فالروح شيء لا نستطيع لمسه، لا نعرف مكانه، لا نعرف ما هو، احنا بنتخيل انه هو مجرد هواء او نفس. اذا وجد في الانسان فسوف يكون حي، اذا خرج من الانسان اصبح الانسان ميت. لكن فعليا نحن لا نعرف شكل الروح، هي سر من اسرار الله سبحانه وتعالى، فهي شيء غير ملموس، فبالتالي يصنف كلوجيكال. أما الجسد فهو شيء ملموس، سواء كأيادي، كأرجل، كأعين، كوجه، وكل أشياء ترى، فبالتالي تصنف كفيزيائي، كشيء فيزيائي فيزيكال. اتحادهما معا بيكون لنا إنسان حي. كذلك مثلا لما نيجي عند العبادات، فالعبادات مثلا في حديث بيقول إنما الأعمال بالنيات. النية هي شيء بتنوي في داخل القلب، وهي شيء غير ملموس، وبيكون شيء داخلك انت، لا احد يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى. فلدينا مثلا عمل كالصلاة، الصلاة هو شيء ملموس مادي، هي حركات وقراءة قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا كله بيتم بشكل فيزيائي وبشكل، أنا بمجرد أن أنا أنظر إلى الشخص أعرف أن هذا الشخص بيمارس أداة، بيمارس عبادة الصلاة. في ناس مثلا بتصلي ونيتها لأجل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر أمرنا الله فيه سبحانه وتعالى، وابتغاء للأجر من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي تكون نيتها في الصلاة هي لله سبحانه وتعالى. في ناس أيضا بتصلي في نفس المسجد مثلا، ولكن نيتها هي رياء للناس، إن الناس تشوف أنها هي بتصلي وبتتعبد الله، فنيتها هي للناس وليست لله. طبعا لكي تصبح الصلاة صلاة مقبولة وصلاة نؤجر عليها، لابد أن تتحد النية مع الحركة للصلاة. فالصلاة لوحدها كحركة وكذكر من غير نية خالصة لله سبحانه وتعالى ما راح نحصل على أجر فيها، وإذا كانت فقط رياء للناس. فبالتالي لابد من اجتماع المنطق اللي متمثل في النية مع الحركة الفيزيائية والدعاء والقرآن المتمثل في، واللي يمثل الجانب الفيزيائي، اتحاد الفيزيائي اللي هو أداء الصلاة مع النية اللي هي تمثل المنطق الفيزيكال، يؤدي إلى نتيجة أن نحصل على صلاة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون مقبولة ونؤجر عليها. فبالتالي نرى، ولو حتى تأملنا وركزنا راح نلاقي أنه أشياء كثيرة من حولنا تجتمع فيها الفيزيائي والمنطقي.
لما نيجي نتعامل مع التقنية سواء كتعامل كمستخدمين أو كمختصين في عالم التقنية، يظهر لنا عالم الفيزيائي والمنطقي بشكل واضح، ويظهر لنا اتحادهما معا بشكل واضح، بشكل يعني جدا واضح. فمثلا انت عندك جهاز الكمبيوتر، انت الان انت مثلا تعمل على جهاز الكمبيوتر او تشاهد الفيديو الان على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب. جهاز الكمبيوتر لو حبينا نقسمه الى قسمين اساسيين، حنقول انه هو بيتكون من جزئين. الجزء الفيزيائي اللي هو عبارة عن ايش؟ اللي هو عبارة عن الكيسة الخاصة بجهاز الكمبيوتر وما تحتويه من مثلا معالج، كي مثلا تحتوي على اللوحة الام، تحتوي على الرامات، تحتوي على الاقراص الصلبة، تحتوي على كرت الشاشة، كرت الشبكة، المراوح التبريد الى اخره. كذلك لدينا مثلا الشاشة، لدينا الكيبورد، لدينا الماوس، لدينا ستاك الكهرباء. كل هذه العناصر بتكون لنا الهاردوير او الجزء الفيزيائي الفيزيكال الخاص بجهاز الكمبيوتر. طيب ما الذي يكون الجزء المنطقي؟ اللي بيكون الجزء المنطقي هو نظام التشغيل الموجود على جهاز الكمبيوتر. تخيل معايا لو قمت انا باعطائك جهاز كمبيوتر كهدية، هذا الجهاز يتكون من اعلى المواصفات التي توصلت اليها البشرية في عالم الكمبيوتر حاليا في 2015. يعني احنا بنتكلم عن كمبيوتر جدا جدا خارق، مكلف عشرات الالاف من الدولارات، ويمتلك مواصفات عالية كهاردوير ليس لها يعني، تعتبر الاعلى التوب حاليا في عام 2015. فتخيل انا هديتك اياه، بس في المقابل انا ما قمت بوضع اي نظام تشغيل عليه، وكذلك طلبت منك انك انت ما تقوم بوضع اي نظام تشغيل عليه. يعني اعطيتك هدية مشروطة ان هذا الجهاز الجدا صاحب المواصفات العالية الفخم المكلف، ولكن مشروط بانك انت لا يمكن انك تحط او تقوم بتنزيل نظام تشغيل عليه. فبالتالي هل هذا الجهاز راح يفيدك في شيء؟ الجواب لا، ما راح يفيدك، راح يعتبر كانه خرده حديد، كان انا اعطيتك خرده حديد عندك في البيت، جهاز فخم شكله جميل، مواصفات عاليه، غالي السعر، لكن لا يوجد فيه روح، ليس بحي. لماذا؟ لأن ما في نظام تشغيل موجود عليه. فمن غير نظام التشغيل جهاز الكمبيوتر الموجود لدينا لا كومة حديد، لا لا يعني مجرد جماد، مجرد ممكن يفيدك كمنظر، عارف، تخليه مثلا في الصالون أو تخليه في المجلس مثلا أنه منظر للضيوف وكذا يعني، لكن أنك تستخدم وتستفيد منه ما راح تقدر تستفيد منه لعدم وجود روح الكمبيوتر اللي هي نظام التشغيل. لأن احنا عارفين نظام التشغيل هو النظام اللي بيخليني أستطيع أني أعمل على جهاز الكمبيوتر، اللي بيربط فيما بين مكونات جهاز الكمبيوتر المادية وبين البرامج اللي راح يتم تنزيل على جهاز الكمبيوتر. اعتبروه وسيط بين الهاردوير والسوفتوير، لابد من نظام تشغيل. فبالتالي اتحاد الـ طبعا، وتخيلوا معايا كمان لو اعطيتك مثلا نظام تشغيل بالترخيص تبعه ونظام تشغيل مثلا مكلف ونسخة اصلية، ونفترض انه مثلا بروفيشنال، واعطيتك اياه كهدية، ولكن طلبت منك انك تستخدم فقط السي دي حق نظام التشغيل لكن لا تنزله على اي جهاز، هل راح تستفيد منه؟ الجواب لا. ايش راح تسوي فيه؟ مجرد سي دي غالي الثمن، يعني لانه هو نسخة ويندوز اصلية يعني، فراح يكون غالي الثمن. احنا نتكلم هنا يعني عن مبلغ 200-300 دولار مثلا، فراح يكون غالي يعني اغلى سي دي يعني ممكن يكون موجود عندك في البيت، ولكن فعليا انت ما بتستفيد منه شيء، لانه انا طلبت منك انك ما تنزله على اي جهاز مثلا، تمام، وانت ما نزلته على اي جهاز، فبالتالي راح يعتبر مجرد سي دي منظر لا اقل ولا اكثر. فنلاحظ هنا ان الجزء الفيزيائي المتمثل في القطع المادية لحالها ما راح تسوي شيء، وكذلك السي دي الخاص بنظام التشغيل المتمثل في الجزء اللوجيكال او المنطقي لحاله ما راح يمثل شيء. اتحاد الجزئين مع بعضهما البعض، الجزء الفيزيائي المتمثل في قطع جهاز الكمبيوتر مع الجزء
المنطقي المتمثل في نظام التشغيل يصبح لدينا جهاز كمبيوتر. طبعا بسبب اتحادهما معا يصبح لدينا جهاز كمبيوتر نستطيع الاستفادة منه وأداء الأعمال اللي نحتاجها أو أعمال الترفيه أو ونستطيع من خلاله استخدام جهاز الكمبيوتر. عندك مثلا قس على ذلك جميع الأجهزة الموجودة حوالينا مثلا اللي تحتوي مثلا على أنظمة تشغيل. عندك مثلا الأجهزة الذكية زي الكمبيوترات اللوحية أو جهاز جهاز التليفون زي الجديد اللي زي الآيفون زي مثلا جهاز الأبل وغيره. هذه كلها أجهزة تخيلوا معايا لو كانت من غير أنظمة تشغيل فوقتها راح تكون مجرد قطعة حديد. عندك كمان الكاميرات لابد من احتواء على نظام تشغيل، ولو نظام تشغيل متخصص بالكاميرات هو بسيط، لكن من غير هذا النظام التشغيل وقتها الكاميرا ما راح تكون مفيدة. عدسة غالية السعر لكن مش مفيدة في شيء. عندك ايضا مثلا الالعاب الالكترونية زي البلاي ستيشن مثلا الاكس بوكس كلها من غير انظمة تشغيل من غير الالعاب اللي تمثل الجزء المنطقي راح تعتبر قطعة حديدة غالية الثمن. لذلك في عالم التقنية بشكل خاص راح نلاحظ اتحاد الجزء الفيزيائي والمنطقي. طبعا هذا الكلام قاعدة عامة في الحياة بشكل عام، ولكن في عالم التقنية راح نلاحظه بأهمية. وهنا نلاحظ أن الجزء الفيزيائي والمنطقي يتحدون معا في جهاز معين فيصبح لدينا الهدف اللي احنا محتاجينه من هذا الجهاز. أحيانا إذا كان يعني الاثنين الجزء الفيزيائي والمنطقي لما بيتحدوا معا بيصبحوا كالجسد الواحد. انت عندك الان جسد، تخيل لو مثلا حصل لك كسر في اليد، عند ايش اللي راح يحصل؟ جسدك كله راح يتألم، راح تحس بالألم، راح تحس بالتعب، جسدك كله راح يتأثر صح؟ احيانا تحس بالوجع فبتسهر في الليل بسبب هذا الوجع، لانه خلاص الجسم وان كان يمتلك مثلا اعضاء مختلفة يد ارجل بس اي عضو فيه بيشتكي عندها الجسم باكمله راح يشتكي بالحمى والسهر. نفس الفكرة لما الجزء الفيزيائي والمنطقي في عالم التقنية بيتحدوا معا في جهاز معين فبيصبحوا الاثنين جزء واحد. فاذا حصلت مشكلة في جزء من هذه الجزئين عندها راح يؤثر ذلك سلبا على الجزء الاخر. فتخيلوا مثلا انا عندي جهاز كمبيوتر مثلا حصلت له مشكلة من ناحية الباور سبلاي مثلا مزود الطاقة، ايش اللي راح يحصل عنده؟ الجهاز مثلا حرق، هل حكون قادر على الاستفادة من نظام التشغيل اللي خلينا نقول انه بروفيشنال وانه نسخة اصلية ومكلفة وان البرامج الموجودة عليه كلها نسخ اصلية ومكلفة، هل انا هستطيع الاستفادة من هذه البرامج ومن نظام التشغيل؟ بعد ان حصل تلف في مثلا في الباور سبلاي اللي هو مزود الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر؟ الجواب لا. ليش؟ لان الجزء الفيزيائي عندما تضرر ادى ذلك ايضا الى اني اخسر الجزء المنطقي اللي هو المتمثل في نظام التشغيل والبرمجيات. كذلك تخيلوا معايا عندي نظام تشغيل، لكن هذا النظام التشغيل مثلا كان نسخة مقلدة يعني نسخة ليست مصرحة وبالتالي لا تملك تحديثات، ما عندي انتي فايروسز، متصل بالانترنت وبدخل مواقع كثيرة يعني تحتوي على فيروسات وبرامج تجسس، بقوم بكل فترة بتنزيل برامج نسخ معمول لها هاكينج، واحنا عارفين ان هذه النسخ اغلبها بتحتوي على فيروسات بتحتوي على برامج تجسس. فبالتالي اصبح عندي نظام تشغيل حيصبح ايش؟ مريض، حيصبح مليء بالفيروسات. طبعا هذه سوء نظام التشغيل وسوء البرمجيات الموجودة فيه راح يؤدي ذلك سلبا على جهاز الكمبيوتر. في فيروسات بتوصل فيها الضرر انها مش فقط بتضرك من ناحية الجزء المنطقي، لا بيتعدى الى الجزء الفيزيائي بحيث انها تدمر لك الهارد ديسك او تقوم بتدمير المعالج او اللوحة الام او فبالتالي نصل ان الجزء المنطقي اللي هو اللوجيكال كان السبب بسبب وجود ثغرات فيه بسبب وجود خلل فيه ادى الى الحاق الضرر بالجزء
البرمجي الهاردوير، فنرى أن الجزء الفيزيائي والمنطقي عندما يتحدون معا فيجب أن وقتها نحن نهتم بالجانبين، نتأكد بأن الجانبين سليمين. ما ينفع نحن نهتم بجانب ونترك الجانب الآخر. يعني أشبهها لكم بإيش؟ بالإنسان مثلا. الإنسان مثلا لو تخيل الإنسان مهتم بصحته، بيلعب رياضة ما شاء الله سريع، بيرفع أثقال، يعني صحته ما شاء الله تبارك، ما بيدخنش، ما يعني ما بيسهر. فبالتالي احنا بنتكلم عن جسد جدا صحيح سليم وسليم وصحيح، ولكن هذا الشخص نفسيا تعبان، نفسيا محطم، نفسيا مكسور، لديه مشاكل نفسية كثيرة. إذا اهتمينا فقط بتدريبه جسديا دون الاهتمام بحالته النفسية، حيوصل لمرحلة أنه حالته النفسية راح تدمره جسديا، ممكن بسبب سوء حالته النفسية أنه ينتحر مثلا، أو أنه يؤذي نفسه، أو يهلك صحته، أو يحصل له انتكاسة وخلاص ويضر صحته ويدمرها. فنلاحظ ان الجزء النفسي اللي هو في الاساس لوجيكال، شيء غير ملموس، شيء منطقي، ادى والحق الضرر بجسده اللي هو الفيزيائي. فالمفروض لما نيجي مثلا نهتم بالشخص، خصوصا في المجتمعات اللي هي نعتبرها متحضرة حاليا، بتهتم بالاشخاص من ناحية الجسد وكذلك من ناحية الحالة النفسية. لابد ان يكون هناك توازن واهتمام بكلا الحالتين. تخيلوا ايضا شخص احنا مهتمين جدا بحالته النفسية، هناك اطباء نفسيين متابعين حالته، موفرين له جميع اللي بيخليه مرتاح نفسيا، ولكن جسديا هو شخص جالس على المكتب يدخن، يعني بيلحق أضرار كثيرة على جسده بمأكولات تعتبر سامة محتوية على زيوت. فبالتالي مهما كانت نفسيته ممتازة، جسده أيضا راح بسبب الموجود والأمراض اللي راح تلحق بجسده، راح أيضا مع الوقت بسبب هذه الأمراض راح تلحق فيه نفسيا. فلابد مثلا من فعند الأشخاص لابد من الاهتمام بكلا الجانبين. فتخيلوا حتى عندنا أطفال مثلا، احنا لما نيجي نربيهم لازم نهتم بالجانبين، لازم نهتم بالجانب الجسدي والجانب النفسي، الاثنين لازم يكونوا محل اهتمام الأبوين. احنا هنا بنتكلم عن الأبوين يعني اللي فاهمين التربية الصحيحة، لابد أن يهتموا بالجانب الجسدي والجانب النفسي للطفل، لكي يصبح لدينا في النهاية شخص سليم مفيد لمجتمعه ودينه، وفي النهاية أيضا مفيد لأبوينه، ويكون الأبوين حققوا الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفهم فيها. كذلك لما نيجي إحنا كمهندسين أو كمختصين أو حتى كمستخدمين نتعامل مع الأجهزة، فلازم ننتبه إلى الجزئين. يعني مش فقط نهتم بأن الجهاز الكمبيوتر اللي لدينا لازم يكون أعلى مواصفات، أفضل مواصفات، بس أنظمة مثلا نظام التشغيل اللي عندنا نظام مثلا معمول له هاكينج وإيش، وجايبينه من موقع سيء جدا، وليس لدينا انتي فايروس مكافح فيروسات أصلي، ونظام التشغيل لدينا وأنظمة البرمجيات كلها تحتوي على فيروسات، تحتوي على برامج تجسس وخلافه، ونتوقع ان احنا لان احنا وفرنا افضل القطع المادية للجهاز كهاردوير ان احنا حصلنا بهذا الشكل على جهاز ممتاز. لا طبعا، احنا اهمالنا للجزء المنطقي اللوجيكال حيؤدي الى الحاق الضرر بالجهاز كهاردوير. كذلك لما نيجي نشتغل عليه راح نلاحظ ان في بطء، راح نلاحظ ان في مشاكل بتحصل ما المفروض ما تحصل على مستوى جهاز بالمواصفات العالية. كذلك عدم الاهتمام بالجزء المنطقي اللوجيكال في الجهاز مثلا، وترك الجزء الهاردوير مثلا، فيكون الجهاز جدا قديم ونحط عليه ونقوم مثلا بتنزيل برامج جدا حديثة، نظام تشغيل حديث، طبعا هذا ما راح يفيدنا في شيء لان عندك الجهاز جدا قديم ومتهالك. فدائما لابد لما نتعامل مثلا في عالم التقنية بالاهتمام بكلا الجانبين، الجانب الفيزيائي والمنطقي. لماذا؟ لانهم الاثنين هم اللي بيكونوا لنا الجهاز، هم الاثنين بيشغلوا لنا الجهاز، فلا بد بالاهتمام بهذه النقطتين. عدم الاهتمام بنقطة وترك الأخرى
لأن ذلك كان إحنا ما اهتمينا بالاثنين، ولا بد من الاهتمام بالجزء الفيزيائي والمنطق الفيزيكال واللوجيكال، الشيء الملموس وغير الملموس، لكي نصل إلى أفضل وأقصى درجات الاستفادة من الجهاز الموجود لدينا. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.